مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع أمريكي يؤكد سيطرة الحكم مجلس الانتقالي على عدن ليست ميزة كبيرة. وفي أخبار اليوم، حملة حوثية في صنعاء للتفتيش على أملاك المواطنين. وفي البي بي سي، من يحق له الاستماع إلى مكالمات رئيس أهم دولة في العالم؟ قال أو عرض الحوثيون هدنة على المملكة العربية السعودية، ومقابل ذلك لا هدنة أمام اليمنيين، حيث تواصل الميليشيا قصف الأحياء والأسواق في الحديدة وغيرها من المدن. وعنون موقع الصحوانت، جرحى مدنيون بقصف حوثي استهدف سوقا شعبية جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن جرحى مدنيين سقطوا بقصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على إحدى الأسواق جنوب المحافظة. المصادر أكدت إصابة 10 مواطنين، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، وذلك بقصف حوثي استهدف سوق الطور بمديرية التحيتة. أشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي قصفت سوق الطور بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في ذروة تواجد المواطنين في السوق. كما أطلقت ميليشيا الحوثي عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في التحيتة، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضرارا بالغة. قال موقع عدن الغد إن ميليشيا الحوثي في صنعاء تشن حملة اعتقالات ومداهمات وتحتجز مواطنين. وعنون موقع عدن الغد، ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقال تطال المدنيين في مناطق سيطرتها، تعرف على السبب. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملات اعتقال في أوساط المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفالاتهم بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر. وقالت مصادر إعلامية إن الحملات والاعتقالات شملت مواطنين في الحديدة وصنعاء ومناطق سيطرتها في تعز، ممن خرجوا للشوارع للاحتفال بالعيد الوطني. وتستند ميليشيا الحوثي على أحد منظريها، حيث زعم مفتي الحوثيين شمس الدين بن شرف الدين بأن الاحتفال بالعيد الوطني في 26 سبتمبر حرام. يشير معهد ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي إلى سيطرة الانتقالية الجنوبية على عدن عقب مقتل منير اليافعي بصاروخ حوثي مطلع أغسطس، مضيفا بدلا من الانتقام من الحوثيين ألقى المجلس الانتقالي باللوم على إدارة هادي، مدعيا أن حزب الإصلاح شارك في الهجوم. ويقول تقرير نشره موقع المعهد وترجمه يمن مونيتور، بدأ الانتقالي الجنوبي بحملة ضد حكومة هادي، حيث شن حلفاؤهم الإماراتيون غارات على الجيش اليمني، وبعد أن استقر الغبار احتفظ الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على عدن. يضيف المعهد، سيطرة الانتقالي الجنوبي أو الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن ليست ميزة كبيرة، إذ يواجه المجلس مجموعة كبيرة من الحواجز في طريق طويل لتحقيق تطلعاته بانفصال جنوب اليمن. من ناحية، لا تزال الدبلوماسية الدولية حول اليمن تتركز على حد كبير على صراع بين هادي والحوثي، فلم يظهر الداعمون الرئيسيون للتحالف المناهض للحوثيين أي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية أي علامات على تغيير هذا التركيز، لأنهم يرون أن جنوب اليمن والانتقالية الجنوبية يلعبان في النهاية دورا صغيرا في ظل حكومة يمنية موحدة. في الواقع، في منطقة مليئة بالفعل بالنزاعات الحدودية، لا يزال احتمال حدوث انفصال في اليمن عملية بيع صعبة من وجهة نظر عالمية. ويتابع المعهد بالقول، توسيع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي لن يكون بالأمر السهل، لأن المجلس لا يمثل جميع شرائح المناطق الجنوبية الواسعة من الفصائل والقبائل والمواطنين. لذلك فإن حلم الانفصال لا يزال بعيد المنال، ويمكن للمجلس استخدام نفوذ السيطرة على عدن فقط للحصول على رأي أكبر في حكومة وطنية موحدة. في ذات الموضوع الخاص بمأزق المجلس الانتقالي في الجنوب والذي نشره معهد ستراتفورد الأمريكي، ترجمته صحيفة الغد، ونطالع ما ركزت عليه الصحيفة. سيستفيد الحوثيون المتمركزون في الشمال من تصاعد القتال بين هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في تكثيف الضغط لتحقيق أهدافهم،
ومع تركيز الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية جزئيا على تقليص التحدي الذي يشكله المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، سوف تقل الموارد المتاحة لوقف هجمات الحوثيين، بما يترك للمجموعة المتمردة فرصة كبيرة لدحر بعض المواقع العسكرية للتحالف. لكن الحوثيين ليسوا الوحيدين المهيئين للاستفادة من هذا الوضع، فالمجلس الانتقالي الجنوبي يشكل عدواً قوياً للجهاديين اليمنيين، من فيهم أولئك المرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش. وكما هو الحال في الجبهة المعادية للحوثيين، فإن انشغال المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاربة القوات المدعومة من هادي سوف يتركه مع موارد أقل لمواجهة المتطرفين. ووسط نشوب المزيد من الاشتباكات الداخلية، ثمة فرصة لإغراء بعض اليمنيين خائبي الأمل بالانضمام إلى الجهاديين الذين تعد رؤيتهم الإسلامية القاسية للبلاد، بينما تظل متطرفة بعودة ما إلى النظام على الأقل. قد تؤدي المخاطر التي تعرضها مكاسب الحوثيين والمتطرفين في اليمن إلى إجبار الإمارات العربية المتحدة في نهاية المطاف على التفكير في وضع نهاية لضغط المجلس الانتقالي الجنوبي الحالي على إدارة هادي المدعومة من السعودية. لكن المجلس الانتقالي الجنوبي مثل كل الوكلاء المحليين يمتلك أجندته الخاصة أيضا، وبالتالي فإن أي اتفاق يمكن أن تتخلى عنه أبو ظبي لن يؤدي سوى إلى إثارة المزيد من التوترات بين الشمال والجنوب، إلى أن تبرز الفرصة التالية أمام المجلس الانتقالي الجنوبي للدفع بمستقبل لليمن يصبح فيه دولتين بدلا من واحدة. طريقة جديدة لنهب المواطنين في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي، حيث نفذت ميليشيات الحوثي حملة واسعة للمطالبة وثائق منازل لمعرفة إن كانت تتبع الأوقاف. ووفقا لصحيفة أخبار اليوم، حملة حوثية للتفتيش على أملاك المواطنين تحت ذريعة ملكيتها للأوقاف في صنعاء. وقالت مصادر خاصة إن الميليشيات الحوثية تشكلت لجنة تضم مشرفين وعقال حارات، وذلك بهدف النزول إلى منازل المواطنين بصنعاء لمطالبة أصحابها بإبراز وثائق بيوتهم بهدف ابتزازهم، تحت ذريعة أنها تابعة لوزارة الأوقاف التابعة لهم. وأوضحت المصادر أن عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية بدأت بالمرور على منازل المواطنين في مديرية الثورة وطالبتهم بإبراز الوثائق الخاصة بمنازلهم. جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية سعت إلى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها تمكين الميليشيات من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب منازلهم أو أموالهم، وكانت من بينها إحراق أرشيف وزارة الأوقاف بهدف نهب ومصادرة الأراضي. في زمن التطرف، الشعبوية بديلا للديمقراطية. تحت هذا العنوان كتب إياد أبو شقرة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء من المقال: حلم الديمقراطية الغربية الذي طالما حلمنا به لبلداننا الأصلية نراه أمام أعيننا ينقلب شيئا فشيئا إلى وهم. ثقافة التوافق العريض المانعة للتهميش والتمييز والإقصاء تنحسر بسرعة مخيفة، تركة الساحة السياسية نهبا للشعبويين بغلاتهم عنصريهم ومغامريهم وفاسديهم. كلمة الديمقراطية بما تستبطنه من برامج ومؤسسات وتداول سلطة وقبول بالآخر تتلاشى أمام خفق رايات الاستعلاء والاستعداء وقرع طبول الإبعاد الحقود على كل مخالف، وكل هذا باسم الديمقراطية. الطغاة الجدد يبيعون الناس أكاذيبهم ويجعلون منهم باسم الديمقراطية المزعومة ليس فقط شهود زور على مواقفهم الشعبوية وسياساتهم التضليلية، بل أدوات مسلوبة العقل والإرادة تقترع تحت ضغط أو إغراء الغريزة المستثارة، بدلاً من البرامج السياسية المقنعة التي تخاطب العقل وتشرح المسائل على أساس الأرقام والوقائع. نحن إذن إزاء ظاهرة حقيقية، ما عاد جائزاً أن نبررها أحياناً بأصوات اعتراض عابرة وأحياناً أخرى بالملل من الأحزاب التقليدية. إنها فعلاً ثقافة سياسية مختلفة لعلها ستستمر وتتفاقم ما لم تقتلها سمومها، ومن الجلي كما قال البعض وكرر تقف قوة دفع خلف ظهور هذه الظاهرة. الأولى هي التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي سيخفض أكثر الاعتماد على العمالة البشرية فيفاقم البطالة، والثانية هي مد العولمة الذي كشف الخلل البنيوي في الرأسمالية التي تقوم نظرياً على التنافسية وحرية حركة الرساميل والخدمات واليد العاملة.
وهكذا استنهضت هاتان القوتان آفات الشعبوية والعنصرية والتطرف يميناً ويساراً، وها هي هذه الآفات تهز العالم. واصلت الميليشيات الحوثية تدابيرها القمعية بحق سكان العاصمة المختطفة صنعاء خلال الأيام الماضية دون أن تستثني حتى المقربين من الجماعة أو المهادنين لها. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط انتهاكات حوثية لم تستثني المقربين من الجماعة، وفي حين أفادت مصادر محلية للشرق الأوسط بأن عناصر الجماعة أقدموا على خطف عشرات المدنيين في صنعاء وذمار والحديدة على خلفية احتفالهم بثورة 26 من سبتمبر التي أنهت الحكم الإمامي في 1962. وقد استمرت عناصر الميليشيا في ترويع المدنيين وصولا إلى المقربين منهم. وذكرت المصادر أن عناصر تتبع القيادي صالح الشاعر المعين من قبل الحوثيين حارسا قضائيا مزعوما على أموال المعارضين لانقلابها، خطفت قبل يومين الناشط والمحامي عبد الوهاب الشرفي المعروف بدفاعه عن الجماعة في القنوات الفضائية. وذكر مقربون من الشرفي أن عناصر مقنعين دهموا منزل الأخير واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المعنية بقضايا الإرهاب وأمن الدولة. وبث ناشطون يمنيون صورا للشرفي وهو في معتقل الجماعة وعلى وجهه آثار الاعتداء في مشهد يؤكد أن الانتهاكات الحوثية لا تستثني حتى المقربين منها. تقليديا يقدم مسؤولون من مجلس الأمن القومي الأمريكي إحاطة للرئيس قبل إجراء مكالمة مع رئيس دولة أجنبي، ثم يجلس هؤلاء في المكتب البيضاوي مع الرئيس بينما يتحدث هاتفيا مع الزعيم الأجنبي. ويتساءل موقع البي بي سي البريطاني من يستمع إلى مكالمات الرئيس الأمريكي ومن يقرر مدى سريتها. يحضر عضوان على الأقل من مجلس الأمن القومي خلال المكالمة، وسيكون هناك أيضا مسؤولون يجلسون في غرفة آمنة في جزء آخر من البيت الأبيض يستمعون إلى مكالمة الرئيس ويدونون الملاحظات. تعرف ملاحظاتهم بأنها مذكرة محادثة هاتفية، ومثل العديد من الأشياء في واشنطن يوجد لها اختصار لها باسم ميم كون، كما يتم نسخ مكالمة الرئيس مع القادة الأجانب بواسطة أجهزة كمبيوتر بعد ذلك، كما يقارن مدونو الملاحظات انطباعاتهم بالنسخ الإلكترونية من المكالمة. يتم دمج الملاحظات مع المسؤولين ومن النسخ المحوسبة في وثيقة واحدة. قد لا يكون هذا النص مثاليا، لكنه يتم صياغته بعناية فائقة حسب ما يسمح الوقت والظروف. وفي حالة مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان هناك نحو 10 أشخاص يستمعون إلى المحادثة. إذا كانت المكالمة تحتوي على معلومات يمكن أن تعرض أو تعرض الأمن القومي الأمريكي أو حياة الأفراد للخطر، يتم تصنيف المحضر على أنه سري للغاية ويتم حفظه في مكان محمي. يقول أندرو ميلر مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن تصنيف محضر مكالمة هاتفية على أنها سرية لمجرد أنك تريد حماية المستقبل السياسي للرئيس يقوض النظام. ويضيف أن أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض يحلفون القسم ليس للرئيس وإنما للدستور الأمريكي، يجب أن يكون ولاؤك الأساسي للبلد وليس للفرد. المتعة في البكاء. تحت هذا العنوان كتب الأديب العراقي خالد القشطيني مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية عموما فلا أعتقد أن أحدا وصل بالموت والحداد والجنائزيات والمآتم ذلك المستوى العالمي من الفن في هذه الشؤون وتولعوا به كالعراقيين. يكفي قضاء ساعة واحدة في مأتم من مآتم العزاء ليتلمس المشاهد هذا المستوى العالي من الوله العراقي بالحزن. كانت والدتي رحمها الله كلما شعرت بالضجر والقرف من الحياة تضع العباءة على رأسها وتخرج قائلة: أنا رايحة أدور على عزاء، ما راح أتأخر، ساعة ساعتين أبكي وارجع. زارتني قبل آونة إحدى الزميلات لتعبر عن عميق تقديرها لمقالاتي، ثم أشارت بصورة خاصة إلى عظيم إعجابها بما كتبته من رثاء في حق أخي مظفر. من بين ألوف المقالات التي نشرتها في هذه الزاوية لم يضحكها شيء كما أضحكها ما ذكرته عن أخي مظفر. أمر غريب أن يصبح الرثاء والموت مصدراً للضحك، ولم يكن بشيء جديد،
فقد لاحظ الزملاء في كل المراثي التي كتبتها من قبل عنصر الدعابة والنكتة كما فعلت في نعي صديقي المرحوم صلاح طعمة. صادف أن استمعت في نفس الوقت إلى أغنية حاتم العراقي التي يرثي بها أخاً فقده، وفيها نايم المدلول إش حلوة نومته. إذا كنت قد رثيت أخي بالضحك، فهذا المغني الريفي قد رثى أخاه بإيقاع راقص يبدأ رثاءه الموسيقي بنواح ميلودرامائي يتوسل فيه بالجنازة أن يعطيه الجنازة ليحملها ويوريها التراب بيده. يرثي حظه في أن أخاه قد سبقه إلى الموت وفوت عليه فرصة دفنه هو بيد أخيه الراحل. كرس الشاعر البابلي أروع جزء من ملحمته عن جلجامش لموت أنكيدو ورثائه ووصف جنازته. ويفقد الملك رشده ويمرض ويجن ويبقى يبكي على جثة صديقه 7 أيام بلياليها حتى يتساقط ويتحول إلى تراب. مع تنامي المنافسة لغزو الفضاء الخارجي، باتت الدول الرائدة في مجال الفضاء تطور من تقنياتها لتسهيل عمليات الاستطلاع على سطح الأقمار. وكالة ناسا تخطط لتجهيز وحدة روبوتات ذات وظائف متعددة لغزو جرم فلكي ضمن أقمار زحل. ووفقا لموقع دي دبليو الألماني، ناسا تطور وحدة روبوتات لغزو قمر تيتان. تخطط الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا إلى تطوير روبوت مكون من مجموعة من الروبوتات يمكنها القيام بمهام استكشافية انفرادية أو مهام على شكل مجموعة عند التحامها. مشروع ناسا المعروف باسم شيب شيفترز لا يزال في مرحلة التطوير، ومن المقرر استعماله في مهمة لاستكشاف قمر تيتان أكبر أقمار زحل عام 2026، حيث ستقوم الكبسولة الفضائية دراغون بنقل الروبوت متعدد الوظائف إلى سطح قمر تيتان. وحسب ما جاء في موقع ناسا الإلكتروني، يتميز الروبوت بقدرته على الطيران والتحرك فوق سطح قمر تيتان، وكذلك الإبحار في بحيراته إما على شكل انفرادي أو وحدة متكاملة. فريق شيب شيفترز يتوقع إنجاز وحدة متكاملة من الروبوتات مكونة من 10 روبوتات كلها مجهزة بمروحيات وقادرة على الطيران واختراق كهوفه والتواصل فيما بينها. كما يمكن لهذه الروبوتات الالتحام وتكوين كرة تتدحرج على سطح الجرم السماوي لاستكشاف بحيرات الميثان المتواجدة عليه. وكان مسبار كاسيني قد سجل بيانات عن قمر تيتان خلال مهمته أظهرت تشابها في نواح كثيرة مع سطح كوكب الأرض، فقمر تيتان يحتوي على أنهار وبحيرات من الميثان ويشهد أمطارا لكنها ليست مائية بل عبارة عن مركبات كيميائية سائلة من الميثان والإيثان. أصدرت هيئة الأمن والتبادل الأمريكية قراراً بإدانة امرأة بحسب موقع عربي 21 بعد أن احتالت على زبائنها عن طريق إصدار عمولات رقمية، وأسست متجراً إلكترونياً لبيع منتجات خاصة بالبالغين. وتمكنت المرأة وتدعى روجا إغناتوفا من إطلاق عملة وان كوين الرقمية، حيث أقنعت عشرات المستثمرين حول العالم بدفع مبالغ وصل إجماليها إلى 4 مليارات و900 مليون دولار. روجا كما عرف أو عرفها جمهورها كانت تخاطب المستثمرين وتخبرهم بالتقدم الذي تحققه عملة وان كوين، وأنها في طريقها للتفوق والاستحواذ على بيتكوين والقضاء على كل العملات الزائفة التي تقلد فكرتها. كثيرون اقتنعوا بالفكرة، من بينهم نجوم أحد البرامج الإذاعية عن طريق الإنترنت وهي اسكتلندية من غلاسكو، كانت قد استثمرت 10,000 يورو في الشركة وأقنعت أفراد عائلتها باستثمار مبالغ بلغت 250,000 يورو. وترفض الشركة التي أسستها إغناتوفا الاتهامات بالاحتيال، وتقول إنها تستوفي كل شروط العملة الرقمية ولها رؤيتها لنظام جديد قائم على ثورة مالية ستكون لها الغلبة. فبراير كحلقة وصل، تحت هذا العنوان كتب وسام محمد مقاله المنشور في موقع بلقيس، وقال الكاتب في جزء من مقاله: كل المضامين الوطنية، كل الأحلام والأهداف الكبيرة استعادت روحها، حتى الأغاني بتنا نسمعها بحس مختلف بعد أن كانت الاحتفالات الرسمية على مدى سنوات قد كستها غباراً وصنعت بينها وبين الناس حواجز نفسية لم نكن نعتقد أن كسرها لا يزال ممكناً. فبراير
لم تكتفي بذلك وحسب، وهي ثورة العفوية حتى الآن، بل كانت قد طرحت كل القضايا الشائكة على طاولة المستقبل. تلك المرحلة من الماضي وتلك التي يطرحها الواقع وأيضا تلك التي يتطلبها المستقبل. بمعنى آخر، لقد أعادت فبراير ضخ الدماء في جسد الحلم وفتحت ميدان الصراع للقتال في سبيل الانتصار لأجله. بالطبع لم تكن مهمة من النوع السهل بالنظر لما كنا قد وصلنا إليه، لكن حتى مع تعقد الوضع أكثر خلال السنوات اللاحقة متمثلا بعودة كل ما هو رجعي إلى مسرح الأحداث، شبح الإمامة والسلطنات وشبح نظام صالح، لأن مسار التاريخ كان قد انفتح على مصراعيه ولم يعد من السهل إغلاقه. ولكي نعرف ذلك يكفي أن ذكرى ثورة سبتمبر تعود في كل مرة منذ فبراير، وهي أكثر ألقا لتتجسد على هيئة روح محاربة ترفض الاستسلام. ويكفي أن نعرف كيف أن أعداء سبتمبر وأكتوبر وأعداء الجمهورية والوطنية اليمنية يختلفون حول أشياء كثيرة ويتفقون في معاداتهم لفبراير التي نصبت مترسا متقدما للدفاع عن مسارات الماضي المشرقة وفي ذات الوقت للقتال في سبيل إعادة تجسيد حلم سبتمبر وأكتوبر مرة أخرى. الألوان ودورها في التمويه تجدونها في مجموعة الصور التي سنعرضها عليكم من صحيفة الجارديان لأشخاص أو أشياء تماهت بما حولها باستخدام نفس الألوان. نتابع. الكاريكاتير فن ينافس الكلمة ويختصر الرسائل الكثيرة في لوحة واحدة، مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة من حلقة اليوم. بهذه المجموعة من الأخبار والصور والرسوم وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.